لليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات الاحتفالات الميمونة بتكريم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه، حيث تسلمها عنه معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر من قبل مجلس الأعمال الأمريكي العربي، والتي سميت بجائزة إنجاز العمر. Mr. Foreign Minister, ladies and gentlemen. وقد شكر السيد هنري كيسنجر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في كلمته التي ألقاها لتقبله هذه الجائزة، وأشاد بالإنجازات والجهود الدؤوبة التي قام بها على مر السنوات. Bahrain has made a considerable contribution. مملكة البحرين قامت في السنوات الماضية بمساهمة قوية في مجال التنمية الاقتصادية للمنطقة، كما قامت بإنشاء مؤسسات طبية على أعلى مستوى في مجال علاج أمراض السكري والقلب. كما وقد عبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لاختياره لقبول واستلام هذه الجائزة نيابة عنه. أنا محظوظ وسعيد للغاية أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قد شرفني بأن أنوب عنه هذا المساء لاستلام جائزة إنجاز العمر، وهي تأتي تقديراً لالتزام جلالته الدائم بالعلاقة التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتزام جلالته لمواصلة إرث البحرين في التسامح والانفتاح والتنوع. كان الاحتفال ضخماً ومتألقاً، وكان هذا التكريم الميمون في إطار التعبير عن التقدير لجهود صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرصه على الارتقاء بمملكة البحرين وعلى توفير كل ما يحتاجه المواطن البحريني بشكله الأفضل على جميع الأصعدة الأمنية والصحية والمعيشية والتنموية والاستثمارية. In the award we give out, we've given it to people like President Clinton, we've given it to people like الجائزة المقدمة هي جائزة كانت قدمت في الماضي لرؤساء مؤثرين وأشخاص ذوي اعتبار كخليفة الحبتور. الغرض من الجائزة هو تقدير أشخاص لديهم رؤى وصبر ليساعدوا ويشفوا ويقدموا مستقبلا أفضل لمنطقتهم ووطنهم ولشعبهم. إن جلالته قد اختير لهذه الجائزة، وقد شرفنا بقبولها من الدكتور هنري كيسنجر بسبب ما قام به من أجل المملكة على صعيد التعليم وعلى صعيد التوظيف وعلى صعيد العناية الصحية والإنشاءات. فقد تم منح هذه الجائزة التي سميت بجائزة إنجاز العمر كجزء من التقدير والاعتراف بهذه الجهود الحثيثة للمضي قدما بالمملكة نحو أعلى معايير القيم الإنسانية والخدمية والتعليمية والصحية على مستوى الإقليم والدولي. سعدنا جدا اليوم أن أمثل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في هذا الاحتفال المهم من C3 Summit وتلقي الجائزة التي منحوها لجلالته لكل ما قدمه للبحرين وللعلاقات ما بين البلدين الصديقين. وتشرفت أن استلمها من الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية السابق للولايات المتحدة، الرجل المعروف بحكمته وبعلمه الغزير وبمعرفته الحقيقية بالعلاقة ما بين البلدين. فنحن سعيدين جدا، وجلالة الملك حفظه الله سيكون سعيد جدا حين أنقل له هذه الجائزة الهامة. وقد شارك في مراسم احتفال التكريم جمهور ضخم يتألف من كوكبة النخبة من الدبلوماسيين والسياسيين ورجال الأعمال ورؤساء المستشفيات الكبرى في الولايات المتحدة، ولفيفا من الإعلاميين والاقتصاديين والخبراء ووجهاء مدينة نيويورك. يسعدني أن أقدم التهاني لجلالته ولشعب البحرين، وهذه التهاني هي مقدمة من قبل من حضر الحدث لما حققته المملكة كبلد. دكتور كيسنجر عكس ذلك في كلمته اليوم، وجميع الحضور والبالغ عددهم 600 ثمنوا شعور دكتور كيسنجر تجاه جلالته والبحرين.
وفي تكريم لاحق ينافس في الأهمية في نفس اليوم الميمون، منح صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جائزة سامويل زويمر عن تحقيقه الإنجازات الاستثنائية في مجال الطب والصحة، ولحرصه على تطوير إمكانيات الرعاية الصحية وأساليبها الخدمية وتوسيع وازدهار المستشفيات والقطاعات الصحية، وأهمها مستشفى الإرسالية الأمريكية. وقد تسلمها عنه معالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، والذي عبر بدوره عن سعادته لنقل هذه الجائزة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقد منحت هذه الجائزة الخاصة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعبير عن الامتنان له لدعمه المستمر للشراكة الأمريكية البحرينية والحفاظ على علاقات متميزة منذ الأزمنة البعيدة، والإعراب عن البعد الثقافي والفكري من حيث تميز البحرين باحترام الحريات الدينية ودعم تآلف الأديان والتسامح والتلون الثقافي والديني والعرقي. إن هذه الجائزة لها تاريخ، الموضوع له تاريخ طويل في العلاقة ما بين البلدين الصديقين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، بدأت منذ 1892، لكن هذا التكريم لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله هو واضح، قالوا في كلامهم وفي خطبهم إن هذا التكريم هو شكر لصاحب الجلالة على ما قدمه لإبقاء شعلة هذا المستشفى والمدرسة مستمرة لفائدة الشعب في البحرين ولفائدة الجميع، فهذا كان شكر لجلالته، وهم عاجزون، وما هذا إلا رمزي، شيء رمزي قدموه، أما ما في قلوبهم سمعناه في كلامهم. حقيقة نحن فخورون بهذه العلاقة، ونهن حتى في مملكة البحرين تقام احتفاليات مثل هذه في الكنيسة المشن، الكنيسة الإرسالية الأمريكية، لكن أيضا إقامتها في الكنيسة الأولى للكنيسة الإصلاحية الأمريكية في كل هذه البلد لها رمزيتها الخاصة. هو يوم مشهود في تاريخ نيويورك أن يكرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بهذه الاحتفالية الكبيرة والمميزة، والتي تدل على دوره في قيادة هذه البلاد على المستوى الصحي والتنموي والعمراني، وتقديم المشاريع الاستثنائية التي قادت البلاد نحو مستوى أعلى وأفضل على المستوى الدولي. نادين الحيري، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك.